ايوه استهنوا وارتاحوا، ما بتعملوا هنيه؟ ما معانا مراعين لكم تكملوا عمل. قلت لي يا باسل ايش كان حلمك؟ انا حلمي اكون سواق. سواق طايره يعني كابتن طيار؟ لا سواق قواطر. وانت يا حمود ايش كان حلمك؟ حلمي انا كانوا مدرسة انشطة. ربي يسلم على الطلاب. قول سلم علي من الطلاب انا. وانت ايش كان حلمك يا نجيب بركل؟ انا حلمي ان انا كان معي سيكل. وحققت حلمك الان ولا عاد ما تحققش الحلم؟ قد عيالي يلعبوا فوق سيكل. وانت يا سعاد ايش كان حلمك؟ حفارة قبو معروف. زينب حمود، عيب يا حمود عيب، اعتبر انت اختك عيب. جالس تضحك انت وهذا ها؟ يعني الكلام اللي خرجته قليل ولا طبيعي؟ انا ما قصدي اس ولا كلمه، انا ما قلت حاجه كذب. دي دائما ذكرنا بالقبور ولا موحد جابتنا نضي. خلاص بس لا تكثر باش يا حمود، ما بسمح لك. فقلنا المزاح يا جماعه الخير. Thank you.